مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. سنخليكم مع جوج ديال خواتات صغيرات قطيوطات اللي عجبتهم الأغنية ديال رجاء وعمر بالمير، من بعد ما لقات إقبال كبير هما الآن داروا كوفر الأغنية، وكذلك في ظل جائحة كورونا في أواخر وقت الفراغ ديالهم طبعا حاولوا أنهم يخرجوا أغنية على فيروس كورونا، وعندهم كوفر ديال بزاف ديال الأغاني. خليكم معنا نتعرفوا على جوج هالجوج خواتات ونعرفوا ونسمعوا الأغنية ديالهم وقلنا كيفاش جاكم. مرحبا بك معنا. السلام عليكم. السلام عليكم في القناة ديال شوف تي في، معكم جوج خواتات آية وضياء اللي قلدوا كوفر ديال واك واك ديال عمر ورجاء بالمير. عجبنا الأغنية ديالها وعجبنا الأغنية ديالهم وبغينا نقلدوهم. واخا انتينا خرجتي قلدتوهم، تقدروا تعطيونا كيفاش تغنيوها؟ واخا نحيدكم هكا. اوكي انتي خدي راحتك، اري انا قبلت لك، خدي راحتكم يلا. وما كنبغيش من لا حشمانة، شكون كتحشمتي لها هي؟ يلا اوكي. وما كذبوش من اللي قالوا لا تلقى فيك يا ليان، ولاد الناس فيك قلال والبنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادلة ماليها حل ولا حساب، كلهم في الحب بدالة وما بقى عايش غير العذاب. وما كذبوش من اللي قالوا لا تلقى فيك يا ليان، ولاد الناس فيك قلال والبنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادلة ماليها حل ولا حساب، كلهم في الحب بدالة ما بقى عايش غير العذاب. أواك واك عباد الله، أشهد الحالة ولات. أواك واك عباد الله، راه الحب يا موسلات سلات. برافو. شنو قلتي سميتك؟ ايوه ايا انت تبارك الله متوفقه في القرايه ديالك وكتقراي مزيان وكتجي من الاوائل في المدرسه. خرجتي اغنيه ديال كورونا، وانت قلتي هذه رسالتك للاطفال باش انك تقولي لهم في الاوقات الفراغ ديالهم ما يبقاوش يحاولوا انهم يقراو، وفي نفس الوقت حسي بالظاهره ديال كورونا. تقدري تقولي لنا الاغنيه هذه تغنيها لينا؟ خليكي معايا. فوالا. نجلسوا في ديارنا علاج وامان لينا، نحميو نفوسنا نقضيو على كورونا. واو على كورونا واو، جلسوا في دياركم وفهمونا واو. هذا فيروس صعب تاشر مالي طبيب واو، جانا من أرض الصين والناس منه خايفين، وجي صبرت معاه العين ألطف بينا يا معين. واو على كورونا واو، كسوا في دياركم وفهمونا واو، هذا فيروس صعب تاشر مالي طبيب واو، جانا من أرض الصين والناس منه خايفين، وش يصبر دمعات العين ألطف بينا يا معين. برافو ضياء. ضياء و أيا تبارك الله عليكم، انتم كتعاودون على القرايه ديالكم كتقراو مزيان. الحمد لله القرايه ديالنا دايرينها في واحد مكانه عاليه، وهاد الهوايه هادي غير في وقت الفراغ. شنو رسالتك للاطفال اللي ما كيخافوش من كورونا؟ رسالتك للاطفال اللي ما كيخافوش من كورونا؟ الرسالة ديالي هي يجلسوا في الدار وما يبقاوش يخرجوا غير الحالات الضرورة القصوى، ومنين يخرجوا الكمامة ديالهم والمعقم يكون ضروري، وما
مسافة الأمان خصها تكون على الأقل متر ولا متر ونص. باش هكا واخا هنايا كتعطي الإرشادات للأطفال الصغار، شنو تقدري تقولي لهم؟ الا بغاو يخرجوا ولا خصهم يديروا الكمامه ديالهم حيت هي تتحمي بزاف، والمعقم اللي تيكون جو سوايع ولا المهم خصها ديروا، والمسافه ومسافه الامان اللي تتكون ضروريه منها تتحمي الناس اللي تيكونوا قرب ليها. انت عندك قناه في اليوتيوب؟ شو اسم القناه ديالك؟ ايوا ضياء الغنوي. كديروا فيها لي كوفر، كديروا فيها تسجيلات ديال الاغاني ديالكم جداد؟ دابا اختي راه دارت كوفر ديال خليك ليلي وديال فافور، ودارت اغنيه ديالها كورونا بوحدها، وانا وياها خرجنا كوفر ديال واك واك، وان شاء الله دابا تنوجدوا فواحد الاغنيه يتسناو الجديد دابا نخرجوها ان شاء الله. طبعا القناه ديالكم اللي هي ايوا ضياء الغنوي. ايوا ضياء الغنوي. شنو هي الكوفر الاخر اللي درتوه ومازال ما بغينا نسمعوا معكم؟ شي كوفر درتوه غير واك واك؟ اختي دارت كوفر ديال خليك ليلي. ودي ما درتيش شي كوفر ديو؟ لا، اول واحد هو ديال واك واك، وعاد باش نخرج واحد ديو واحد اخر نديرو انا واختي ان شاء الله. نقدروا نسمعوا الكوفر اللي درتي انت هنا؟ واخا خليك ليلي يا غزالي، ونسير معك في العلالي، ما نحلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غزالي، انطير معك في العلالي، ما نحلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا من لقنا عجبني في كرزنا، طبة القلب ولحننا، شكون بحالي انا. خليك ليلي يا غزالي. هنا بزاف ديال المتبعين كيقولوا كتشبهوا داك الميته اللي كيدوزوها في البرامج ديال السلحفه ولا السلحفه ياك؟ السلحفه عرفتوها؟ كي كتجيكم داك البنت؟ فهمتها. كي كتجيكم؟ الصراحه كنا كنتفرجوا ليها. كي كتجيكم؟ كنعرف تمثل، تتعرف تمثل ومطلقه مزيان، تنقولها برافو عليك. خير اذا نقدروا نختموا هذا المباشر بواك واك؟ انت وياه كان بغيتكم تكونوا اليز متقاش يلا. وما كذبوش من اللي قالوا لا تيقى فيك يا ليام، ولاد الناس فيك قلالوا، والبنات كرهوا الغرا، ولينا عايشين معادلة ما ليها حل ولا حساب، كلهم في الحب التالة ما بقعش غير العذاب. وما كذبوش من اللي قالوا لا تيقى فيك يا ليام، ولاد الناس فيك قلال والبنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادلة ما ليها حل ولا حساب، كلهم في الحب التالة ما بقى عايش غير العذاب. أواك واك عباد الله، أشهد الحالة ولات. أواك واك عباد الله، الحب يا موسى لات.